تنضم إلينا هاتفيا البندري أزامل، الطالبة في كلية الطب في جامعة المعرفة. أهلا وسهلا فيك البندري معنا، والحمد لله على السلامة وسلامة جميع المتواجدين في الموقع وقت الحادث. بصفتك شاهد عيان، حدثينا ما الذي حدث ساعة الحادثة؟ مساء الخير، أحب أشكر بس اهتمامكم والاتصال لمعرفة الواقعة والحادثة. أحب أدعي بس للمصابين بالشفاء العاجل، والله يرحم الموتى ويخبر أهلهم بفاجعتهم المخيبة اللي صارت. أنا كنت متواجدة في وقت الحادثة في الجامعة، كنا في القبو الثاني، نهار القبو الأول عليه. ما عرفنا إيش صار، سمعنا صوت جدا قوي، جدا صوت كبير وضخم. بعدها بدقيقة تقريبا أو دقيقتين اشتغلت صفارات الإنذار، طلعنا في حالة هلع جماعية هستيرية، محاولة الركض والطلوع من الدرج، في حال أن في ناس كانت تنزل من الدرج، فكنا متوقعين أن الدرج كمان في مشكلة، في حريق، في التماس، أن الدرج غير صالح للخروج. المكان اللي احنا فيه ما في ارسال، ولو الدرج اتقفل كانت هذه بالنسبه لنا اكبر ماساه. حاولنا نطلع ونتاكد ان احنا كلنا قاعدين نمشي في الجماعه عشان نقدر نطلع من هذا المكان. اول ما طلعنا المكان اللي احنا مدربين عليه هو المكان اللي انهار، هو نقطه الاخلاء، يعني احنا مدربين في خطه الاخلاء نتجمع، نقطه التجمع هو المكان اللي انهار. هو الباب والمدخل الوحيد لقسم الطالبات. فلما شفناه كنا في حالة صدمة، مو مستوعبين، ما ندري هو حريق هو ايش، شفنا غبار، بعدين لما قربنا استوعبنا انه ما هو حريق، انه المبنى كامل انهار. هنا الناس اصيبت بهلع اخر، الموظفات كانوا يرفضون ياخذون اطفالهم من الحضانة، في حوامل كثير، حاولنا وقتها ايجاد حل من الحالة اللي احنا فيها، فانا فكرت في باب قسم الرجال نفتح ونطلع منه، فبديت اصرخ انه اطلعوا من هنا واخروا من المكان هذا، لان المكان هذا هو اللي انهار. فحاولت بكل جهدي ان اوجه الناس على هذه المنطقه عشان هذا الباب ويسمعون. في ناس هم اللي كسروا الباب وبدات الناس تطلع، ظليت واقفه الى اخر شخص كان موجود في المكان لاتطمن ان كل احد طلع. ما كان معي مايك، ما كان معي احد، كنت اصرخ بكل صوتي لاوجه الناس على المخرج الامن السكين عشان يطلعون. نعم، البندري كم عدد الذي تم اخلاؤهم؟ تقريبا يعني ابروكسيمتلي تقدرين تقولين 100 الى 200 شخص. اللي طلعوا، اللي كل اللي طلعنا من هذا المخرج اللي انا صرخت عليه ما كان في مننا احد مصاب جسديا او كان محتجز وكنا، ما كان في شيء. كان في حالة هلع وصدمة. نعم البندري، يعني حسب كلامك يعني خطة الطوارئ أو خطة الإخلاء اللي كانت موضوعة كنتم مدربين عليها سابقا، جميع الذين شاركوا معك في العملية كنتم مدربين على هذه الخطة ولا مو الكل؟ كان ارتجال، كان إنقاذ حياة، كان فطرة الإنسان للمحاولة أن ينقذ نفسه. اللي طيب. جربنا عليه هو المكان اللي انهار، فما نقدر نروح له. هل تمت مشاركة أحد من أعضاء هيئة التدريس معكم في عملية الإخلاء؟ ماذا عن الأمن في الجامعة؟ ما أقدر أجزم أو أنفي، لأن الكل كان في حالة هستيرية جماعية. أنا في نفسي كنت في حالة هلع، بس كنت أبغى أنقذ نفسي وأنقذ اللي أقدر عليه. نطلع بأقل الخسائر، أطلع أنا واللي موجودين معي. هل يعني من ضمنهم كان في سكيورتي أو لا؟ والله ما أقدر أجزم أو أنفي الموضوع. يعني بالأيام العادية هل هناك تواجد للأمن في الجامعة بحسب مشاهداتك؟ بالأيام العادية نعم نعم. ولكن في أثناء الحادثة لم يكن هناك مشاركة من قبل أمن الجامعة في عملية الإخلاء؟ تقدرين تقولين، لأنه الأمن الرجال هم اللي انهار فيهم المبنى، هم اللي احتجزوا واحتبسوا تحت الأنقاض. نعم. والموظفات السكيورتي النساء ما اقدر اميز اياهم بين الزحمه هذه وين كانوا موجودين، بس خطه الاخلاء كانت مني انا اللي وجهت الناس من وين تطلع.
ماذا عن الدفاع المدني البندري؟ يعني أثناء عملية الإخلاء هل شاهدت مشاركة من قبل الدفاع المدني منذ بدايتها حتى الانتهاء؟ الجزء اللي إحنا أخذنا منه وطلعنا كلنا سليمين. أول ما طلعنا على الشارع كان الدفاع المدني هو واصل، فحسبوا أن هذا المكان حقنا، توجهوا قلتهم أنه لا هذا المكان الثاني، إحنا طلعنا من هذه الجهة، حادث مو هنا، راحوا للمكان الثاني وبدأوا هناك مساعدة المحتجزين للإنقاذ. بس من الاخلاء اللي احنا سويناه كطلبه ما كان في تدخل من الدفاع المدني في الوقت الحالي. طيب ماذا عن المرور؟ هل كان متواجد في بعد خروجكم بعد عمليه الاخلاء؟ بعد خروجنا كان اكثر شيء متواجد هو الاسعاف الدفاع المدني، ووصلوا على دفعات، يعني وصلت 5 شاحنات دفاع مدني، بعدين بعدها 5 شاحنات دفاع مدني، والاسعاف كان متواصل والحمد يعني وصلوا في اسرع وقت ممكن، واسعفوا اغلب اللي كانوا في حاله هلع او دوخه او يعني هستيريا كانت فظيعه. حاله الاخلاء نعم البندري، حاله الاخلاء تمت يعني كم توقيتها تحديدا؟ كم المده؟ تقريبا من 15 الى 20 دقيقه. خروج الجميع ما عدا المحتجزين. ما عدا المحتجزين، وانا ما قدرت انه اطلع اشوف الناس اذا في الدور الاول او الدور الثاني ناس محتجزين، هذه ما قدرنا نشوفها. اللي كانوا قدامي ومتجمعين في نقطة المكان اللي المفروض احنا نتجمع فيه، كلنا اخلينا من نفس المكان وطلعنا من نفس الباب. نعم، الموقع اساسا يعني كان في القبو، يعني لا يوجد اتصالات، لا يوجد كهرباء، صح؟ ايوه، ما كان يوجد شبكة ارسال ابدا. يعني بطبيعة الحال في القبو لا يوجد اتصالات. اي، فالمواقف هذه اللي طاحت هو الدور الارضي طاح للقبو الاول، احنا كنا مستجدين في القبو الثاني. يعني اللي سقط البندري ما هو سقف بس، اللي سقط يعني شبه دور. تقريبا ايوه. طيب يعطيك العافية بندري، ونسأل السلامة للجميع بإذن الله، وأشكر لك هذه المشاركة معنا. البندري أزامل، طالبة في جامعة المعرفة.